السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 6 يناير 2024. تابع معنا الفيديو للنهاية. أولا، بالنسبة لأسعار اللحم، سعر كيلو الفراخ الأبيض 65 جنيه، سعر كيلو المهط الأبيض 56 جنيه، سعر كيلو الفراخ الساسو 77 جنيه، سعر كيلو الفراخ البلدي 82 جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكيت، سعر الكتكوت الأبيض من 25 جنيه ل27 جنيه، سعر الكتكوت الساسو من 18 جنيه ل 20 جنيه، سعر الكتكوت البلدي من 6 جنيه ل 8 جنيه. بالنسبة لأسعار البيض، كرتونة البيض الأبيض 126 جنيه، كرتونة البيض الأحمر 126 جنيه، كرتونة البيض البلدي 138 جنيه. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.